اليوم بعد مرور شهر من العمليات الجراحية وضع الأطفال كان وضع الحمد لله كتير جيد. اليوم بلشنا بعملية بنسميها switch on، تشغيل الجهاز الخارجي. بنصادف فيها هلأ حاليا ردة الفعل الأولى للطفل، ردة الفعل الأولى على سماع أصوات الخارجية. طبعا ردة الفعل الأولى بتكون للطفل إما بيلتفت للصوت، إما بيبكي، إما إذا كان عم يبكي بيسكت. ممكن بعض الأطفال يعيد كلمات أحيانا مثل ما صار معنا بآخر طفل. مدام يلا ضو ضو. لأول مرة بسمع صوت، وأول ما سمع الصوت صار يبكي، فولادة جديدة. أول ما بيولد الطفل بيبكي، وهذا سعد أول صوت بسمعه بكي. فالحمد لله رب العالمين، هلق صار يسمع أصوات، كل جميع الأصوات، البعيد والقريب، الصوت العالي والواطي. الحمد لله رب العالمين، كأنه ولد عنا طفل جديد.